خلينا نسوي كينوا بلاو. كينوا بلاو هذا ابوي الكينوا هاي تشوفونها هذا من الثلاثه الوان هذه نحن اللي نستعملها. كينوا عضوي ثلاث الوان هذه الخضره حسب الطلب حسب الرغبه شو المتوفر تحطه نحطينه من كل شيء زنجبيل ثوم بصل سنوت وليلان مليحه فلفل اسود فلفل اسود هي وهذه قرم مسالة هي قناد ومسمار وجرفة وعرجل هيل وورق غار وهذا كله وكزبرة وقرم مسالة بودر وفلفل وزيت زيتون وثوم ثوم زنجبيل ها يلا أول بادي تودن الكينوا تودن لمدة نص ساعة وخلاف ما أخبركم يلا الحين بنبتدي بطريقه تحضير الكينوا بلاو مسالة. الكينوا بلاو مسالة عباره يعني برياني لكن من نوع اخر برياني من نوع اخر يعني مش البرياني المتعارف عليه. هذا الحب كباره مال قرم مسالة. اول بادي الفلفل الخضر الحار والزنجبيل المبشور وحين البصل وهذا ها سنوت لي سنوت لي ليلان بكباره ني الحين هذا السر في الطبخة هذا السر في الطبخة خلى مدة لين تطلع ريحته. الحين يا وقت الثوم الثوم مدقوق غير عن الزنجبيل الزنجبيل مبشور شي شرات صلوب الكباريك عيدان خلى لين تبر ريحته. وحين يحطوا الكركم. لين يصير ويتجانس. الحين يا طالت عماركم وقت الخضرة. هذا حين بخبركم قدمه اليوم قدمه غير نمونه. الحين الكزبرة. وهذا القرم بسارة بودر الحين طال يا وقت الملح ملح وسيدة الحين الكينوا طالت عماركم مغسولة ومودنة ومنظفة عاد الرقم واحد محففة الشغلات تتصفت زين ما زين الكينوا الحين الماء ينحط عليها حار لكن ما ينحط كمية ماء وايد ها يتجلب هذا شو اسم؟ كينوا بلاو يعني نوع من انواع يعني يسوى الكينوا بلاو رايس بلاو تشاول بلاو كل شيء يسوى المهم الطريقة هذه هي غير عن البرياني يعني برياني مختلف اسمه يلا الحين يحطوا الماء الحار يدخن مرة ضوء بس شو حي الكمية بتقولون ليش نحن ما حطينا وايد هي تاكل ماء زيادة لكن نحن عمدا ما حطينا ماء حطينا الماء قيس هباب ما يغطي الشوي اللي بالطريقة التقليدية القديمة طريقة التقليدية القديمة ينحط الكركم ويا الملح نفس الكمية ربع كيلو بربع كيلو ويندبغ دباغ الملح يندبغ دباغ اللحم يندبغ دباغ بالملح والكركم ويتخلى الوحدة عدال الثانية لكن لازم في مشخلة والمدة على الأقل نص ساعة 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 ونص ما شيء مشكلة كان ضروري هذه طريقته خلا طالت عماركم في مشخلة في مشخلة وتحت وعاء عسب ما يتم مغدر اللحم داخل الصلال مال اللحم والقاطور داخل اللحم يكون هذا معتزل عن هذا ويتخلى علق 45 دقيقة إلى ساعة ما شيء مشكلة حتى لو ساعة ونص ما شيء مشكلة شو الحين شو تخطف بس يا بتخي شو هذا كله شو هذا كله صب منه هذا كله صب منه من شو هذا كله السهج مالت اللحم والزرار والمغاص اللي في اللحم كله يصل عنه والسب شو الملح والكركم هذا ينظف اللحم من داخل يسطي لين العظم فلذلك تلقط كمية الملح هي اللي تنظف اللحم كمية الملح هي اللي تنظف اللحم فيذوي اللحم تذوي حين يغسل مرة مرتين وثلاث وأربع لين هذا منه الملح اللحم
يوم انضحرت من الثلاجة بدمه، وانضحرت ذبحته وخدمت هاي الساعة لازم بدمه، ما تغسل وخلاف تملح وتحط له الكركم، لا خبزية كمم تنيك غرب الله تكوياها من يدين. يلا اللحم حين تنظف زين ما زين، خاز عنه الكركم والملح لكنه مرزوم شبع ملح، شبعان ملح حين هو ما يبى ملح. هذا الرأس، الرأس طالك عماركم أول بادي، أول بادي تظهر اللسان، اللسان وتحلله شويون تبشط منه بشيط صغيروني، ها هذا تقصون منها، شوفوا ها شويون ينقص منه من اللسان، اللسان ضروري ينقص شويون منه، والخشم ها هذا الخشم ها ضروري ها هذا الطرف، هذا بريت تردون الطرف الثاني ها هذا ضروري ها، وتنش عقب ها آخر شيء رضه ينقسم مرة ثانية الرأس. الحين الرأس ريدي جاهز رقم واحد. لازم الرأس يندق ويتنظف. الحين جاهز. يلا أحب أوديكم جلية تشوف. أول بعد ابتدينا في الرأس. يلا عارف بسرعة في الدقيقة. قطعة قطعة حتى. يوم عاد نحن وين بنخدم هذا كله؟ في شيء ميوب لنا عند عرب. بنخدمه في هذا الجهاز اللي نحن جايينا، هذا الشوي وطبخه عندنا بعد من غير كلها بتخدم في الشوي، في جهاز جايينا فرن، فرن يزيق عقله ما يزيق عقله. احنا عاد سوينا ابتكار اليوم، ابتكار رقم واحد، وبنرويكم ايش قاعد بيقعد ان شاء الله. يتخلى بويعة ما تشوفون مرداق معدل زين ما زين، يتفرك الضليعات زين ما زين، هو ويتخلى لمدة 10 دقائق قبل ما يدخل في الفرن. كان شيء أبوي باجي ها يتمردق زين ما زين ها على ما تشوفونه، يتخلى لمدة ربع ساعة 20 دقيقة نص ساعة، كل ما أبطى يكون أخير، كل ما أبطى يكون أخير، يعني إنه يتشبع من بزراته. أنا ما أدري ليه يسوونه أبيض مبحلك، لا يحط والله نحن ما يعيبنا اللحم في بزار زي كلوني. اكلوا ابدا من المقصب سيد في بطونكم ما يستوي. بعد اللحم بيضا بحلقه قحي عنبو سحر انتو جن، هاك الجنان وما يدانون البزرات ولا يدانون الشيء ما يستوي. ترى لحم سواي اللي لازم البزار ينحط على اللحم ما يستوي. صفف اللحم على الشبك هذا اللي تشوفونه، صفف اللحم مره سنتر سنتر على ما تشوفونه. اللحم بزراته بدنياه ودك تاكلني من زينه. الحين لي ميودين عنكم ما خبرناكم عنه، هذا طويق طويق فرن طويق، ها هذا اللحم لحمنا هناك ولحفناه من فوق بس العسب ما يحرج. وين جدر؟ يلا ركب جدر، شل غطاء شل غطاء، يلا يا ربع ده تحت ايوه ها. هذا حين جدرنا مركبناه اللي هو جدر شو جدر الكينوا فلاو، قاطور اللحم هذا، قاطور اللحم بيطيح في الصينية وبيطيح على بوية، آخر شيء بيغدر في وين؟ في الكينوا وبيتسكره. يلا شغل المدة ساعة نص ساعة ساعة إلا ربع نرد عليكم الأخبار بعد شوية. هذا الجدر الفرن اللي جينا وياياتنا مقاسات ترينه، هذا العود واحد أدنى عنه. يلا يلا شغل ضو، وهذا مقياسه يتخلى 175 هو زرقاء ما بيضوى حمراء، زرقاء شو السبب؟ الضوء الحمراء هي اللي تظهر الدخنة. الحين يتخلى لين يوصل درجة الحرارة 75 وتقصر عليه لين 175 تقصر عليه. هذا أبو الفرن لأن الحين اليوم بنطبخ لكم فيه فلاو شو اسمه غرب الله كينوا فلاو واللحم المشواي شوي، هذا أبو شوينا على هذا اليوم بضيافة هذا الفرن العجيب، الفرن العجيب الفرن شيء، هذا المقاس وشيء أكبر عنه وشيء أكبر عنه وشيء بعد أصغر عن هذا، هذا للبيوت العادية اللي مثلنا، هذا حق البيوت العادية يشل ذبيحتين يشل مفاطيح اثنين خرفان اثنين يشل. درجة الحرارة 175 شويونة، وهذا بعد مرور ساعة كاملة. يلا يلا افتح 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 الثاني شوي شوي، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا افتح ما عليه متروع
ما بتموت. يلا 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 شوفوا هذه طريقته. شوفوا القاطور وين يصير. هذا اللحم على ما تشوفونه. أيوة 75% يباله بعد نص ساعة. بعد يباله كم؟ نص ساعة. وهذا شوفوا القاطور بعد مرور 1:45. يلا افتح افتح. يلا شيل قرطاس، شيل قرطاس اللي فوق. ايوه شوف الحمش جاي حمره قادي، حمره رقم واحد. انضوي ليه في الدنيا كله فيها. الحين برد شوي نبأ، شلينا القرطاس الحين برد بس حسب يحمر الويه للحمه. يلا بند 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 بند. ايوه وهذا ابوي الكينوا الفلاو جاهزه. الحين طالت اعماركم مره زاهر لحم واحمر على ما تشوف. يلا طلع اللحم. ايوه 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 ايوه, أيوة, أيوة. يا سلام يا سلام. هذه يلا اظهر اظهر العيش. الا هذا كينوا الكينوا 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 وزاهر. شوفوا حاف رقم واحد هذا اللحم على ما تشوفون. ها ما في الحاضر مدي التحرم بنجيب لكم شيء من شرق ولا من غرب. ها 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 ايش جاي بابا لا خلا من اسمك. ها ها شوف شو غادي فكر تطولون هذه قصيره. ها 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 يا ربي نضوي اللي علينا رضوان من الله. طاع الراس رقم واحد ذكرني بحد اعرفه. انا عادي هاي ابني هذا اللي دوم متلصق تحت. شوف ما زين. ايوه شوف الكينوا كيف غادي. هالكينوا كينوا فلاوه.